أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق وأمطار على مرتفعات الجنوب وتراجع في رياح البوارح، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة مع وجود فرصة لزخات من الأمطار على المرتفعات الجنوبية، ولمزيد من التفاصيل نشاهد سوية خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، لنجد أن نهار يوم الغد بمشيئة الله تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية وبعض من مناطق جنوب غرب المملكة، وكما ذكرنا سابقا هنالك فرصة لزخات الأمطار على مناطق ومرتفعات الجنوب. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. أجواء صافية لتصل إلى 28 درجة مئوية وسرعة الرياح إلى 17 كيلومتر في الساعة. أما في الثلاثة أيام القادمة فالأجواء أربعينية، يوم الخميس والجمعة والسبت درجة الحرارة ما بين 42 إلى 43 درجة مئوية والأجواء صافية ليلا من 30 إلى 31، وأيضا الأجواء صافية في العاصمة الرياض. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، نبدأها شمالا من سكاكا. يوجد بعض الغبار في سكاكا من 44 إلى 27، في عرعر كذلك الأمر من 43 إلى 28، في تبوك أجواء حارة من 40 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة من 45 إلى 30، مدينة المنورة من 43 إلى 32 درجة مئوية في ساعات الليل، رياح نشطة في جدة من 38 إلى 28 درجة مئوية، وفي الطائف أجواء صافية من 35 إلى 24 درجة مئوية في ساعات الليل. في أبها غيوم متفرقة من 32 إلى 18، فرصة لزخات من الأمطار 29 إلى 21 في الباحة. في جازان غيوم متفرقة أيضا من 35 إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام أجواء صافية من 40 إلى 28، في الإحساء 44 إلى 28، في حفر الباطن أجواء حارة من 44 نهارا إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة الرياض من 42 إلى 30، في بريدة من 42 إلى 29، وفي حائل من 40 إلى 27 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة. دمتم في أمان الله.